بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي أغلب المرافق الصحية والخدماتية في مخيم البريج، تمكن عدد من الشباب المتطوعين إعادة فتح هذا المستوصف وتقديم الخدمة للمواطنين الذين عادوا بعد عملية النزوح. تحديات كبيرة تواجه العاملين هنا، دعونا نتعرف عليها في هذه الجولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن نفسك. أنا حكيم إداري زميلكم خالد غبن بلجنة الطوارئ الطبية في مخيم البريج بالاشتراك مع وزارة الصحة. ما الذي دفعكم لفتح هذا المستوصف؟ والله إحنا حقيقة بعد الاجتياح البري لمخيم البريج أغلب المؤسسات الصحية في المخيم تضررت، وبعض المؤسسات تدمرت بشكل كامل، أصبحت غير صالحة للعمل. فالاحتياج اللي كان عند الأهالي في مخيم البريج من الإصابات اللي كانت موجودة، من متابعة الإصابات، من الشغلات المزمنة، من الأمراض المزمنة، من الأمراض الموسمية، احتياج الناس كان كتير كبير، وما كان في أي جهة بتقدم خدمات في مخيم البريج. فإحنا اجتمعنا كمتطوعين مع وزارة الصحة ومع المؤسسات اللي موجودة في المخيم على أساس نقدم أي خدمة صحية للأهالي وللناس اللي موجودين في المخيم. إيش بتقدموا في هذا المستوصف يعني؟ حالياً المستوصف في البريج بيشتغل تقريباً ب 90% من طاقته، المختبر عندنا شغال، الصيدلية شغالة، موجود عندنا أدوية، الطوارئ شغالة، الأطباء موجودين، أغلب الخدمات اللي بيقدمها المستوصف في العادة حالياً شغالة، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الصحة وبالإضافة لتحويل الحالات لبرا المستوصف. ما هي أبرز الأشياء اللي بتقدمونها؟ أبرز الأشياء اللي احنا بنقدمها طبعاً الخدمات الصحية المتابعة الكاملة للناس، ولكن في الوقت هذا أكيد في عنا احتياجات، في عنا مشاكل كتير بتواجهنا، في عنا شغلات بتلزمنا عشان إحنا نقدم كامل الخدمة للأهالي. ومن ضمن الشغلات هاي اللي إحنا بتنقصنا في الوقت الحالي الدعم من الأدوية، الدعم من المستلزمات الثانية، المستلزمات الطبية، المستلزمات الأخرى اللي بتحتاج لتشغيل المستوصف، زي السولار، زي مصدر طاقة نعتمد عليه عشان نشغل باقي الأجهزة الطبية اللي موجودة. فهذه أهم الشغلات اللي بتلزمنا حاليا. كيف بتعانوا من قلة الدواء والكهرباء والوقود؟ والله قلة الدواء احنا حاليا بنعطي الدواء للي بيحتاجه بشكل كامل بعد تقييم دقيق للأطباء، لأنه الأدوية اللي موجودة صراحة قليلة جدا وما بتكفي الكل، فبالتالي الأكثر احتياج للدواء بيتم صرف العلاج له. بالنسبة لموضوع السولار قاعدين بنحاول إن نوفر سولار من البلديات ومن الوزارة ومن من المؤسسات الثانية، بنشغل بالحد الأدنى حاليا، بنشغل ساعتين في اليوم فقط لموضوع المختبر ولموضوع التبخيرات وأجهزة التنفس الموجودة وجرى الأكسجين الموجودة عندنا داخل المستوصف. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكينا عن معاناتك في ظل هذه الحرب، معاكي طفلان. والله الحمد لله على الحال، وعلى كل حال معاناة من جميع النواحي والظروف صعبة 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 للغاية. الصغار عيانين والكبار عيانين، وفي شيء لا في أكل ولا في شرب، كل الظروف من جميع النواحي. بنطلع حتى الأدوية هينا أنا عيانة إلي يمكن شهر، وهذا الولد هي طلبوا له عملية طارئة، هاي الولد كمان طلبوا له عملية طارئة، لوزوا التنتين متضخمات على بعض، صدره مسكر بالمرة، والوضع مأساوي للغاية، مش عارفين إيش نقول، ما فيش إلنا إلا الله، الحمد لله على الحال وعلى كل حال. يعني وجه رسالة للعالم. العالم كله الله يسامح العالم كله، اللي كلهم غضوا البصر عن قطاع غزة، قطاع غزة رمز العزة، رمز العزة في كل صغيرة وكبيرة، احنا حنضلنا إن شاء الله رافعين راسنا ومنصورين ليوم الدين إن شاء الله، ومش خايفين ولا من طيارات ولا من دبابات ولا من كوات كابتر ولا من أي شيء، احنا صامدين، احنا ايش عاملين؟ بلدنا وأرضنا ومقدساتنا، وايش سوينا فيهم؟ والحمد لله على الحال وعلى كل حال. معاناة الأطفال كله هيها ما افطرش لحتى الآن الولد، مش لاقي أكل ولا شرب، الولد مش لاقي أكل، كل يوم علبة الفول أو علبة المعلبات نقسمها على الدار كلياتها ما بتكفيش، فيش صار عندنا مناعة وركبنا المرض والجوع والوباء انتشر، نص الناس صار عندهم وباء كبدي كمان، والعالم بتطلع علينا، لا قادر يوقف حرب ولا قادر يوقف يهود ولا قادر يتدخلوا، والله أكبر، هيك ربنا قال لهم، هيك أمرهم ربنا والرسول هيك قال لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. العافية.
كانت هذه جولتنا في مستوصف مخيم البريج الطبي، ذلك المستوصف الذي يقدم الخدمة رغم الصعوبات التي يعاني منها العاملين. كنت معكم سمية شاح من مخيم البريج، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.